الو، السلام عليكم. لا بأس، الحمد لله. راني مع تلميذة آية وصال شاهيناز، اللي تقدمتي امتحان شهادة البكالوريا على أساس شعب التقني الرياضي هندسة الطرائق، وراكي متمدرسة في ثانوية سليماني حما العيد في حاسي مسعود. نعم. اليوم راني سعيد جدا يا بنيتي بالاتصال بك لسببين. السبب الأول هو أنك، وكما تعلمين لأن هذه معلومة بحوزتك، أنك ناجحة بامتياز في امتحان شهادة البكالوريا في دورته 2021. الحمد لله. المعلومة الثانية اللي ما عندكش وأنا سعيد جدا في هذا اليوم لأن أبلغك إياها، هو أنك تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا بمعدل عام لامتحان البكالوريا بلغت 19.24. الحمد لله، وشكر لله، وشكر للوالدين، وشكر للأساتذة، وشكر لجميع من ساهم في هذا الأمر. بارك الله فيك، شكرا. مع السلامة. المرتبة الأولى وطنيا معدل 19.24.